عرض للأزياء الجزائرية التقليدية، والذي يدخل في إطار البرنامج المسطل لأيضا مرافقة البطولة الإفريقية الأممية للمحليين. كان فيه حضور قوي لمصممي أزياء جزائريين حضروا بتقاليد يعني من كل جهات الوطن. We are truly grateful to having been invited. نحن سعداء حقا بدعوة وزارة الثقافة إلى هذا العرض الذي يشهد على جمال ثقافة الشعب الجزائري. لقد أدركنا بصدق ما قصده مضيبة عندما قال إن الجزائر صنعت مني رجلا. إنها الذكريات التي حملها معه من هنا إلى جنوب إفريقيا، والتي ستبقى لاصقة في عائلتنا دائما. كل الأزياء كانت جميلة جدا، وأعتقد أنها تمثل الثقافة الجزائرية بشكل رائع. وقد لاحظت مدى اعتزازكم بالثقافات المتعددة من مختلف المناطق، وهو ما يظهر جليا في الفن والثقافة واللباس والنسيج وفي مطبخكم أيضا. حقا إنها رحلة مميزة.